الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين من خلقه، والمسكين آخر واحد، لا إله، بس فوز عظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فوز عظيم. رب الكعبة هو ده الفوز الحقيقي. سبحان الله. اسمع بقى كده، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فترفع له شجرة. الله، شجرة، شجرة بقى مش من غرسك انت ولا من غرس البلدية، لا 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 لا، من غرس رب البرية. يا الله يا الله، عشان ما تسرحش، ما فيش شجرة في الجنة إلا وساقها من الذهب الخالص. وضع تاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يمشي الراكب في ظل شجرة في الجنة. الراكب مش واحد ماشي، لا، راكب بيجري على فرس، بيجري، يمشي في ظلها 100 عام. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل، ها، أيوة، ممدود، وظل ممدود. سبحان العزيز الودود، سبحان الغفور الودود سبحانه وتعالى. اسمع، بقول: فترفع له شجرة. هذا هو كان لسه هناك بتعطرس على الصراط، بلغتنا يعني، بلهجتنا بتعطرس على الصراط، وربنا اللي نجاه جل في علاه، فيعدن ربنا يرفع له شجرة. فيقوم العبد يسكت كده، وبعدين يطمع بقى في كرم الملك، في كرم الكريم، فيقول: يا رب، يقول: اللهم أدنني، يعني قربني يا رب من هذه الشجرة، لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فرب العزة يقول له، يكلمه، يا الله، يكلمه، يقول له: عبدي، لو أعطيتكها تسألني غيرها؟ طب لو قربتك منها يعني هتسألني حاجة؟ تقول: لا وعزتك، لا أسألك غيرها. ويعطي ربه من العهود والمواثيق، مش هيسأل حاجة، ده كان هيقع، كان هينزل جهنم والعياذ بالله. وبعدين شجرة من شجر الجنة، لا، ده نعمة كبيرة، ده رحمة عظيمة. يقول له: وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع اسمع، شوف النبي يقول ايه: فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى. الله، النبي قال عبارة في غاية الرقة، يقول: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. الله، الله أكبر، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. سبحان الله، شجرة تانية بس أجمل من الأولى. فالعبد يسكت، لكن عمال قلبه معلق، يقول: يا رب، يا رب، أدنني من هذه الشجرة، قربني من دي، الشجرة دي أحسن من اللي فاتت دي، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، ما أغدرك، في بعض الروايات، ما أغدرك، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل؟ قل: وعزتك لا أسألك غير، هي دي وخلاص، مش هسأل تاني، مش ممكن أسأل تاني. فيقربه الله عز وجل منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها. اسمع اسمع التالتة دي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فترفع له شجرة عند باب الجنة. يا خبر أبيض، عند باب الجنة، ده وضع تاني بقى. فيسكت العبد ما شاء الله لو أن يسكت، وبعدين مش قادر يصبر. رب النبي يقول: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيسكت، وبعدين: يا رب، يا رب، أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله: ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سألت؟ قال: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقربه الله عز وجل منه. الله أكبر، ده على باب الجنة، نظر إلى الجنة، يا رب اجعلنا من أهلها. فيرى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم، فيقول العبد: يا ربي، أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. اسمع، رب العزة يقول للعبد: عبدي، ما الذي يرضيك مني؟ يا الله، ايه اللي يرضيك؟ انت عاوز ايه؟ ما الذي يرضيك مني؟ اترضى ان تكون لك الدنيا، الدنيا ومثلها معها؟ تحب يكون ملكك في الجنة زي ملك الدنيا ومثلها معها؟ فيقوم العبد يقول له: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ يا الله، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ الرجل هيقع في جهنم العياذ بالله. وبعدين ربنا يقول له: أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ يقول له: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ ضحك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
وأنا كذلك أمتثل وأستن بابن مسعود وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك عبد الله بن مسعود ثم قال لأصحابه: لما تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال: أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد ضحك رسول الله وقال لأصحابه: أتدرون مما أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من ضحك رب العزة من عبده. يا الله، أضحك لضحك رب العزة من عبده. إذا قال العبد: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك رب العزة من عبده ويقول له: أنا لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. أيها الأفاضل، ماذا بعد الصراط؟ نار أو جنة؟ وهذا هو موضوع حلقتنا الأخيرة غدا إن شاء الله تعالى مع حضراتكم، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.